أيضا بعض الأموال ذهبت إلى مشاريع تنموية إنسانية تحت بند إنسانية، وإنما هناك إصرار أو هناك ترديد متعدد من الدول المانحة لليمن بأن تصلح إدارتها. وقد سمعت ذلك في بيانات مؤتمر لندن الأخير بأنه يجب على الحكومة أن تقوم بتصحيح أوضاع الحكم فيها وأن تفتح المجال للمفاوضات والحوار مع القوى المختلفة في اليمن. وإلا إذا كان الناس راضين وإننا نسير إلى مستقبل أفضل، فلماذا هذه الاحتجاجات التي نراها في كل ركن من أركان اليمن؟ منها القضية الجنوبية وهي قضية حق، ومنها القضايا في المناطق القبلية، ومنها الحرب الذي لا أعلم عنها شيئا ولم أستطع أن أفهم عنها شيئا، الذي قامت في صعدة ومات فيها الآلاف وتشرد فيها 250,000 إنسان. هذه كلها أشياء لا تقول لنا بأننا أمام مستقبل أفضل. الكهرباء في حالة سيئة، نرى قضايا الفساد فيها، ونرى العقد الذي كان سيبرم أو الذي يخطط أن يبرم في تأجير، بدلا من تأجير بالديزل أيضا تأجير بالغاز، عقد الذي سمعت عنه أنه عقد فاسد أيضا. فهذه كلها بمعنى أن هناك مجموعة من المتسلطين على هذه الدولة قد استحكموا هذه السيطرة وأضعفوا أدوات الرقابة وأدوات المساءلة واستمروا في الاستحواذ على أموال ومقدرات هذا الشعب. طيب دكتور، يعني بقي معنا فقط أقل من دقيقتين، ما هو الدور الذي ينبغي على منظمات المجتمع المدني، على الأحزاب، يعني القيام به للقضاء على الفساد أو التخفيف منه على الأقل؟ يعني الفساد كيف سيمنع المجتمع المدني أو منظمات المجتمع المدني يمنع السلطة من التعاقدات الفاسدة إذا لم يستطع أن يمنعها البرلمان؟ هي منظمات المجتمع المدني ليس أمامها إلا التوعية، ولذلك أنا أناشد مثل هذه البرامج إنها أن تتوسع في مثل هذه اللقاءات لشرح للرأي العام أساسا كيف تدار الأمور، بالذات في الشأن في 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 شأن التعاقدات وشأن المال العام وشأن المقدرات، وكيف، هل هناك خطة لمستقبلنا أم إننا الآن نقتل هذا المستقبل بأيدينا؟ دكتور، يعني إلى أين، عنوان حلقتنا إلى أين يسير الفساد في اليمن؟ كيف تقرأ مستقبل اليمن في ظل هذا الفساد، في ظل الفقر، في ظل الغلاء، في ظل الجوع؟ كيف تقرأ الفساد وإلى أين يسير الفساد في اليمن؟ أنا أرى بأن من ضعف الرقابة الموجودة الآن مؤسسيا أو شعبيا فإن الفساد سيتنامى، وقدرة السلطة الفاسدة على الحصول على أموال ستذهب إلى مناحي أخرى ستكون على حساب المواطن. لأن مثلا كنا دولة ريعية نأخذ النفط من الأرض والدولة تتصرف في المال الذي تحصل عليه، إنما الآن عندما ينضب هذا ذلك فكان المصدر الوحيد من المال هو سيكون جيب المواطن. لذلك رفعوا أسعار الكهرباء وأسعار الديزل وأسعار الماء وأسعار الخدمات حتى تدخل هذه السلطة أموال جديدة. فلا يجوز أن نحمل السلطة أو نحمل الشعب هذه الأعباء بدون أن نوقف أولا هذا الفساد المنتشر. عادة كل الدول التي تصل إلى هذا المنحنى من الفساد يكون نهايتها أن تفشل الدولة ويحصل انشطار داخلي الله يسلمنا عواقبه. طيب برأيك، يعني القرار بيد من للقضاء على هذه الظاهرة، ظاهرة الفساد الذي أرهقت وأكلت ثروات البلاد، أكلت الأخضر واليابس، من بيده القرار؟ طبعا بمن نشتكي منهم الآن بأنهم هم الذين أفسدوا هذه الدولة. الآن سنطلب منهم، نستسمحهم أن يكفوا عن هذا الفساد ويعودوا إذا كان ذلك مناسبا، أن نطلب من أعلى سلطات هذه البلاد ونطلب من حزبها الحاكم والأحزاب السياسية الأخرى ورئيس الوزراء ونائب الرئيس ورئيس البرلمان أن ينظروا إلى هذه القضايا وحال المواطن الذي يعاني أساسا من الاستحواذ على مقدراته، وأنه يمنع عنه الخدمات والقوت في بعض الأحيان،
لأن هناك أناس يحصلون على ما هو ليس حقهم. هؤلاء نستطيع أن نناشدهم. وإذا كان رئيس الجمهورية فعلا أراد، وأنا ما سمعنا نحن رئيس الجمهورية عندما قال أنه لا يوجد فساد في اليمن، أو الفاسدين الكبار لا يستطيع أحد أن يقبض عليهم، بمعنى أنه الآن الرسالة تجاه الفاسدين أنه لا غبار عليكم ويمكنكم أن تستمروا، فيجب أن تتغير هذه الرسالة. دكتور سعد بن طالب، عضو هيئة مكافحة الفساد سابقا، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الطيب. وأنا أشكركم جزيلا على إتاحة هذه الفرصة، وأنا طبعا الآن ساكن في سنغافورة وإنما جئت في زيارة قصيرة، والحمد لله أن أتيحت لي هذه النافذة الصغيرة لكي أقول ما يدور في ضميري وما يدور في عقلي، وأتمنى لهذا الوطن السلامة والخير دائما. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله تعود مرات إلى وطنك اليمن. إن شاء الله نعود ونستقر. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وأتمنى أن نكون قد وضحنا الصورة على بعض الأرقام للفساد في بلادنا في وطن الحبيب، أحد أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد والذي قدم استقالته أو جمد استقالته بسبب أنه ما استطاع أن يستمر في محاربة الفساد، وأن هناك تآمر واستحواذ على هذه الهيئة، بل أن الفساد قد سار إلى كل مرافق الدولة. الوقت لم يسعفنا أن نناقش كثير من قضايا الفساد، لكن هذه فقط نماذج كما سمعنا من الدكتور سعد الدين بن طالب، وهو يعتبر شاهد عيان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب البلاد الفساد والمفسدين. لكم مني كل الشكر والتقدير، وأشكر كل ما تواصل معنا على إيميل البرنامج hwar@suhail.net، أو زار صفحة البرنامج حوار المستقبل على موقع الفيسبوك. لكم مني كل الشكر والتقدير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.